وسط جماهير غفير من المسلمين بمختلف الأعمار أدوا صلاة الجنازة على جثمان فقيد الأمة الإسلامية التشادية الشيخ الشاذلي صالح الدوت الذي وافته المنية في القاهرة بجمهورية مصر العربية في 26 من نوفمبر عام 2023، وذلك بعد مرض لم يمهله كثير، وعقب نقله إلى العاصمة أنجمينا ليوارى الثرى بمقبر لاماجي عند المدخل الشمالي للعاصمة. وقد أما المصلين الشيخ محمد أحمد إسماعيل في المسجد الذي ارتبط به الراحل خطيبا ومرشدا ومعلما بحارة أم رقيبة بالدائرة الخامسة بحضور رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية الشيخ محمد إيسى خاطر ومفتي البلاد الشيخ أحمد النور محمد الحلو والأمين العام للمجلس الأعلى عبد الدائم عثمان والكثير من الشيوخ والعلماء ورجال الدين وحفظة كتاب الله عز وجل وغيرهم من كبار الشخصيات بالدولة. وعقب صلاة الجنازة فقد نقلت الجنازة إلى مثواها الأخير هناك حيث لا ماجي وسط موكب جنائزي كبير. إنا لله وإنا إليه راجعون. ولد الشيخ الشاذلي في قرية الأشة القريبة من مدينة أدرة في عام 1943، وتلقى تعليم القرآن الكريم والعديد من الكتب الفقهية على يد والده وكذا علم الحديث، ثم جاء إلى العاصمة أنجمينا، وبعد جولة داخلية في البلاد توجه رحمه الله إلى المملكة العربية السعودية لإتمام مسيرته التعليمية. ترك وراءه العديد من التلاميذ والمؤلفات والمؤسسات التعليمية، كما رحل عن 4 نساء و17 أبناء، وكان عضوا مؤسسا للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. وعرف الشيخ بالبشاشة وطيب النفس وحسن الخلق وهمة عالية في الدعوة والإرشاد، وكان عضوا مؤسسا للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، وعرف الشيخ بالبشاشة وطيب النفس وحسن الخلق وهمة عالية في الدعوة والإرشاد، ولا يخاف في الله لومة لائم. إنا لله وإنا إليه راجعون.